السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ الدرس الثالث اللي هو حرف ال D. ما أخذنا حرف ال C لأنه صعب، يعني راح نخليه لآخر الشيء. اليوم في عنا حرف ال D. D كبيرة و D صغيرة. D هالحرف يعني الكبيرة يعني بدها تشبهه بشي برج، يعني هيك يكون حديث، يعني ديكورة. دي وهي مثل حرف البي صغيرة بس أكس، تكتبها أكس يعني بيت مقابل بيت، بيت وعمود يعني بيت وعمود. دي تحط لك عمود وهيك مثل تقريبا تشبه دويرة، يعني دي يشبهه بشي برج مثلا حديث، يعني ديكورات هيك شغلات. هاي دي صغيرة، تمام. أخذنا حرف الأ وأخذنا بي واليوم دي، يعني صعنا شوي ها، 3 أحرف فينا نظبط مثلا الكلمات اللي بدنا إياها. مطلوب منك كمان تكتب صفحة صفحتين لا على هالأحرف، تكتب الحرف د كله د، مو تكتب في سريع شوي، تكون رسام يعني د، تمام د هيك. إذا جبنا أمثلة مثلا، جيب كم كلمات عربي وألماني شوف شلون بتزبط معنا. عندك مثلا مثل كلمة ضياء، ضياء ضياء، طبعا تحية لأستاذ ضياء عبد الله. ضياء ضياء، ما رح ناخذ حرف الـ A. شوف أخي المو بالأخير ضياء حرف الـ A. ضياء ضياء، شوف ضياء، تمام. عندنا مثلا كلمة باد، باد هي اختصار لها 3 أحرف باد باد باد، الاسم دايما تنكتب حرف كبير باد باد، يعني حمام بالألماني باد. بالعربي عندنا كلمة اسم ما بعرف، المهم دا 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 دا. أنا كمان اسم دارا، دارا حرف الراء بعدين بناخده، دارا دارا. يعني مثلا كلمة د د حرف الياء بلاها حاليا، د با با دبابة دبابة. أنا كلمة دبي، كتير شغلات يعني. أنا اسم دياب، شوف دي ياب دياب دياب، يعني حرف الياء هي كله بعدين بناخده دياب. ما عندنا كلمة مثلا دير، دير الزور دير دير دير. عندنا مثلا كمان عندنا مثلا اسمه ألاء، ألاء هي حرف الأ ألاء، تمام. فهو المطلوب هيك يعني. فإذا يعني عندكم كلمات سهلة مثلا مثل باد هيك بالألماني فيكم تتعلموا، وما تكتر عليكم شوي، ما تكتر عليكم، وراح نبلش معكم إلا يكون شوي شوي. إن شاء الله عجبكم الدرس. بتعرف إذا طولت فيديو الناس ما بتتابع للآخر الشيء يعني. وعندك حرف الـ A B D، إن شاء الله كنت تعلمت 3 أحرف مش لأنه بالأيام الجاي، لأن أنا شغل كتير يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.